عندي سؤال على التزام تاني يا استاذ فاروق. اتفضلي. حضرتك اشتغلت في مسرح الاستاذ الكبير عادل امام. اه طبعا. ودي بقى المسرحيه كان بتقعد بالسنين، يعني الواد سيد الشغال قعدت كام سنه على المسرح؟ 8 سنين. 8 سنين. 16 موسم. ايه ده بقى؟ ايه بقى القدر من ده مش التزام عادي بقى، ده التزام وترتيب مواعيد وحياه وسفر وكل حاجه بتترتب على عرض مسرحي. اه. برضو حضرتك كنت ملتزم بشغلك وقتها؟ اه طبعا. ده ايه الجمال ده؟ لا وبعدين برضو الشغل مع عادل متعه يعني. اه. وليه متعه اخرى انك بتسافري تروح. انا رحت قدمتوا المسرحيه دي في جنب في كام بلد؟ رحنا امريكا من الشرق للغرب. آه. ولايات 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 لغايه ما وصلنا لفلوريدا. اه. ورحنا كندا ورحنا استراليا ورحنا واكيد الدول العربيه. آه طبعا. آه. لا لا يعني بكلمك على البلاد ورحنا يعني من ضمن الحاجات اللي انا بحبها قوي ان انا اشتغلت على مسرح الاولمبيك اللي غنت عليه ست ام كلثوم. الله. فانا حتى وقفت على المسرح اقول يا ربي كانت ست ام كلثوم واقفه هنا. آه. يعني عايز اقول احنا بنقول كده بقى يا استاذ فاروق لما بندخل الاستوديو ده، بنقول الاستوديو ده واقف فيه او اشتغل فيه اهم صناع الدراما في مصر، التلفزيون في مصر. اه طبعا. يعني الرحلات دي برضو كانت جميله. وانا اشكر عادل امام ان اتاح لي فرصه ان اكون موجود معاه، وهو حقيقه لما عملت معاه الدور ده بتاع الرئيس الشغال، هو قال لي يا فاروق انا عارف الدور مش قيمتك قوي، بس قلت له لا معاك يبقى قيمتي خلاص. ده وكان دور لطيف قوي يعني. اه يعني هو كده.